بناتي وأبنائي الطلبة، السلام عليكم، صباح الخير، آمل أن تكونوا جميعاً بصحة وعافية. اشتقنا لكم، عشان هيك مستر كيفن وأنا قاعدين مع بعض لحتى نوصلكم رسالة مشتركة. مر وقت طويل كتير لم نراكم، فبرجع بكرر اشتقنا لكم. الأهم من كل شيء أن تكونوا بخير وسلامة، وتتمتعوا إن شاء الله بصحة وعافية، وبتتبعوا النصائح الموجهة إليكم من الأهل ومن الجهات المختصة. سلامتكم أهم شيء. مدارس والمدرسة عنا طبعاً إنه مغلقة لضمان سلامة الجميع، لكن هذا لا يعني إنه التعلم يجب أن يتوقف، فمعلموكم يعملون بجد من أجلكم. نشكرهم جزيل الشكر، وكمان نشكر كل من طلبة اللي بيتابعوا أعمالهم وبيقدموا كل شيء بيطلب منهم. يمكنكم استغلال هذا الوقت بالتدرب على المهارات المختلفة، وكمان بالتعرف على مفاهيم جديدة. العلم ما بيتوقف عند حدود المدرسة مثل ما قلنا. أهم نصيحة لكم، اقروا حبيبي، القراءة ليس لها مثيل، اقرأوا قدر ما تستطيعون. نرجع منقول إن شاء الله فترة وبتعدي، وإن شاء الله حتمضي على خير إذا الله راد، وكل شيء حيرجع مثل ما كان وأحسن بفضل الجهود المبذولة من جميع القيادات في دولة الكويت الحبيبة. ابقوا بصحة وسلامة، وإن شاء الله الله يبعد عنكم وعن أهليكم كل مكروه. نراكم بخير بإذن الله. عشان الكويت، خليكم بالبيت. Hello students. As Ms. Maha said, we're here together to send you a quick message because we haven't seen you for a long time. We miss you. We hope to see you all again face to face very soon. We hope you're at the moment looking after yourselves and your families. It's important during this time that you make the most of the support and the learning opportunities that your teachers are providing for you. They're working really, really hard. And it's really important that you remain engaged and be working hard. Use this time to read as much as you can. It's a wonderful opportunity to explore and to read lots of books. Please stay safe, look after yourselves, look after your families, don't drive your parents crazy, and we'll see you again soon.